للمزيد حول أسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. يعني بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة كان لديها ما يكفي البولز والبيرز على الدولار، يعني تراجع في عدد الوظائف جاء أقل من المتوقع، لكن من جهة أخرى الأجور ارتفعت بأكبر مما كان متوقعا. إلى أي درجة تعتقد بأن مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع قد يحسم الأمر بين الكفتين؟ أنا أعتقد مثل ما تفضلت البيانات المختلطة يوم الجمعة زادت ضبابية المشهد بالنسبة للأسواق وبالنسبة للمتعاملين أو المتداولين إجمالا. أعتقد قراءة الإنفليشن أو التضخم التي ننتظرها هذا الأسبوع والتي تشير أنه ممكن يرتفع التضخم بنسبة يعني عن القراءة السنوية ليصل إلى 3.3%، أعتقد أي قراءة أقل من التوقعات سوف تسهم بشكل كبير بكبح جماح الفيدرالي نحو ورفعات جديدة في أسعار الفائدة على الأقل في اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر، وبالتالي قد يبقى أسعار الفائدة للحصول على إشارات إضافية أكثر. أعتقد الأسواق بدأت بشكل كبير جدا ترجح إمكانية أن الفيدرالي الأمريكي لن يقدم على رفعات إضافية خلال تعاملات هذا العام، والسبب بسيط لأنه اقتربنا أولا من مستهدفات الفيدرالي بالنسبة للتضخم، ثانيا أعتقد بدأت بوادر سلبية تظهر على الاقتصاد ممكن حتى نشهد قراءات أكثر سلبية. إن كانت قراءة التضخم الوظائف مختلطة، أعتقد القراءات التالية قد تكون أكثر سوءا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي مع انخفاض الطلب من يعني بعض الاقتصادات العالمية مثل الاقتصاد الصيني أو وغيره، يؤثر حقيقة على أداء الأعمال والنشاط الصناعي في الفترات القادمة، وممكن أيضا ارتفاع واضح في أسعار النفط إذا استمر أكثر يضغط أكثر على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يحتاج إلى وسائل لتسهيل الاقتصاد، وربما على رأسها عدم التوجه نحو رفعات إضافية لأسعار الفائدة أقل، يعني خلينا نقول حتى شهر سبتمبر ما أعتقد أنه راح يكون فيه توجه لرفع سعر الفائدة، خصوصا إذا جاءت قراءة التضخم بأقل من التوقع. ما ننسى القراءة الماضية انخفض التضخم 1% بشكل الكامل من 4% إلى 3%، أعتقد القراءة الجديدة ممكن يعني أن تبقي أسعار التضخم دون مستويات 3% يعني كتوقعات طيب. شخصية، بينما التوقعات هي عند 3.3%. رائد، يعني الدولار يسجل مكاسب على مدار الأسبوعين الماضيين أمام معظم العملات الرئيسية بعد عدة أسابيع من التراجعات، كانت الأسواق لربما تركز بأن الفيدرالي وصل إلى نهاية سلسلة التشديد، في حين أن البنوك المركزية الأخرى ما زالت مستمرة في رفع الفائدة. ولكن هل تعتقد مع ارتفاع الدولار من جديد يبدو بأن المتداولين الآن يركزون ليس على الفوارق في نسب الفائدة ولكن على الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي، في حين أن اقتصادات الأخرى يعني تعاني تحت وطأة رفع نسب الفائدة؟ يعني ناصر، حتى كان في بعض الوصوف للدولار الأمريكي بحد ذاته أنه هو ملاذ أمن، يعني في الآونة الأخيرة عم نشهد كمان طلب على الدولار الأمريكي في حالات عدم اليقين. في بطريقة غير مباشرة خلينا نقول أداء إيجابي للدولار الأمريكي يأتي من أداء جيد للاقتصاد الأمريكي بلا شك، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض والكريدت بشكل عام. بصورة غير مباشرة الأداء المرتفع بعض الشيء للدولار الأمريكي الذي شاهدناه أمام اليورو، أمام الاسترليني وغيره من العملات الرئيسية، أمام سلة العملات، أنا أعتقد أنه لا يزال متواضع نسبيا، يعني لا يعتبر ارتفاع قوي، لأنه الاتجاه العام على الضعيف أو المنخفض على الدولار الأمريكي مستمر إذا ما كان هناك تصريحات من صناع السياسة النقدية على رأسهم، يعني نتحدث عن الفيدرالي هنا، إذا كان هناك تصريحات بعدم التوجه نحو رفعات أكثر في أسعار الفائدة، أعتقد المسار يتأكد بشكل أكبر بالاتجاه الهابط للدولار الأمريكي، لأنه راح يبدأ السوق يسعر إمكانية تقليصات في أسعار الفائدة مع نهاية تعاملات العام أو بداية تعاملات العام الجديد. إجمالا ما شاهدناه من قوة في الدولار الأمريكي أعتقد هو يعني نوعا ما مؤقت وليس مستدام. عودة ارتفاعات الذهب، عودة ارتفاعات اليورو والباوند مرجحة بشكل كبير.
شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا بك.